السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نواصل شغلنا على شجيرة الحنة. مثل ما انتم شايفين الحين صار في نمو جديد وفي أغصان جديدة، فنحتاج الحين قبل الربيع نحدد شنو نبي نسوي، وين نبي نوجه النمو، ونرد نقلم ونزيل أي مشاكل نصلحها، ونزيل أي خشب ميت ونجهزها حق دفعة نمو جديدة إن شاء الله في الربيع، على أساس النبتة تواصل مرحلة النمو وإن شاء الله بشكل صحيح. فمثل ما دائما نقول، مهم إن إحنا لما نقلم الشجرة تقليم جائر ونرجعها لازم نعطيها فترة إن ترد تكبر. فمثل ما قلت، هذه الحنة طبعها إن هي تنمو بشكل يعني متدلي، أو يسمونه ويبينج، كأنها حزينة. فراح نواصل هذه التشكيلة وياها بشكلها الطبيعي يعني. فراح أقرب الكاميرا وراح نبتدي نشتغل على الشجيرة. أول شيء راح أسوي، راح أراويكم الشجيرة من جميع الجهات. ان هني عندي الكثافة كلها هني، وبعض الكثافة هني، هني تقريبا ما عندي شيء، من هالجهتين ما عندي شيء، فهذه شيء لازم نحطه في بالنا. ما راح ابتدي اقلم بشكل ناقصر في هذه الشجرة، لان خلنا نشوف شي يصير فيها، ولكن راح ابتدي من بداية الساق، فراح اجرب وراح نتكلم عن اللي راح اسوي. اول الاشي اللي راح نلاحظها هذه الاغصان اللي انبتت من بداية الساق أو أسفل الساق، فهذه لازم أزيلها. هذا الشكل. طيب، عندي هذه الغصن راجع إلى الداخل، فهي ما نبي، لأن هذه نمو غلط. خلنا نقول نفس الشيء، عندي ذي الغصن فراح أزيله. هذه الغصن نفس الشيء، راجع أول شيء، هذه ميت خلنا نزيله. وعندي ذي الغصن مثل ما أنتم شايفين، من هذه النقطة عندي 1 2 3 4 5، فهذه راح تبتدي يصير في نوع التكور، راح تصير في كتلة، هذه شيء ما نبي، فلازم أصلح هذه المسألة. فهذه الغصن اللي راجع على داخل، لما أقول داخل أقصد وسط الشجرة هني، هذه المساحة هني ما نبي أغصان تتعاكس بهذه الطريقة. هذه الغصن بعد راح أزيله، عندي براعم صغيرة راح أشيلها. ليه الحين أنا ما ببتدي في شغل تشكيل؟ أنا مجرد الحين قاعد أشتغل على موضوع أي مشاكل أي أخطاء. هذه نفس الشيء، غصن قاعد يرجع على هذه الجهة، هذه ما نبي، كلها غصن من داخل صايرة. الحنة من الأشجار اللي لما نقطعها يصير في براعم وايد تنشط في الساق كامل، هذه طبيعتها يعني، فهي زينة من هالجانب، تساعد في هالجانب. طيب، عندي هذه خشب ميت راح ازيله، وهذه ميت، هذه راجع على ورا راح اشيله بالكامل، هذه اللي هني صلحته. عندي هذه اعتقد انها ميت فراح ازيله. عندي هذه كلها ميت فلازم ازيله. هذه شكله كله مات،
ونبت عندي هذه الغصن من نفس البرعم. هذه الغصن راح نتكلم فيه بعدين، بس خلني أزيل ذي أو أقصر مؤقتا، راح نتكلم فيه بعدين. هذه الشيارة شوي فيها صعوبات، فيها تحديات. الحين راح نبتدي في موضوع تشكيلها والشغل عليها. أول شيء هذه الأغصان وايد طويلة، فاللي راح أسويه إني راح أبتدي أقصر الأغصان. هذا ضعيف فراح أخليه، ما راح أقطعه. الغصن اللي يمه الثاني ذي في نمو ولكن ما في حركة، ما في أي يعني، صاير ممل، مجرد سيدة ونازل وقاعد يضعف. فراح أقلمه إلى هذه الحد ونشوف شو يصير وياه. هني عندي ثلاثة أغصان، واحد اثنين ثلاث. هذه مو عجبني، وايد نازل تحت، فراح أزيله. هذه هني نفس الشيء وايد نازل، ودي هذه ميت. طيب هذه الغصن، هذه الغصن عندكم راجع الى داخل الشيارة، فراح ازيله. هذه الغصن افكر ان اراجعه، ان اقطعه على اساس التفرع يكون التفرع يكون انزل شوي. هذه راح نتكلم فيه بعدين. هني هني طيب هذه ذي الغصن. هاي الغصن مشكلته انه وايد يعني طالع مستقيم وبعدين ينحني، فشكله مو حلو. فاللي راح اسويه راح ازيله بالكامل. هذه نفس الشيء، الزاوية شوي مستقيم يعني قائمة، هل اقدر اقطعه كامل؟ اقدر، بس هذه كلها بيروح، هذه كامل ما في وايد اصلا. بس هني خلنا اشيل بي وبعدين اقدر اقطع بي، ان شوي ابتدي ابني يعني، مع ان هذه بعد صار زاوية مستقيمة. هني عندي ذي ميت لحد تقريبا هني، فهذه أساسا لازم ينشال. هذه الغصن أقدر أرده بهذه الطريقة، بهذا الشكل، وهذه راح يصير في عندي نمو جديد. راح أزيل هاي الأغصان اللي في الخلف، بعضها ميتة، هذه نفس الشيء،
هذه بعد الطرف هني مثل ما انتم شايفين، هذه ميت راح ازيله، وراح شوي احاول ان اخلي الغصن يكون شوي انسيابي اكثر. نشوف البراعم اللي ورا شي يصير فيها. اني حق ذي الغصن افكر اقطعه اراجعه على اساس انها تصير في حركة اكثر، يعني ينقطع تقريبا هني صح، راح اخسر هذا الجزء كامل، ولكن النمو راح يرجع ورا شوي اكثر. خلينا نقول هني بهذه الطريقة. الحين هذه الأغصان اللي في الداخل هذه راح أزيلها، هذه الغصن راح أقصر هذا لين شوي هذا الغصن مثل ما قلت طالع مستقيم وما في اي حركة، ما في اي تدرج في الحجم، يعني ما يبتدي سميك ويبتدي يضعف. فلازم يعني ادري لكن حق مستقبل النبتة احسن لو قطعناه من هني او حتى اكثر بعد. راح اقطع هني ونشوف شي تطور ويانا، لأن نبي نبني يعني تعرج في الأغصان، لأن الأغصان المستقيمة هي عادة من صفات النباتات الصغيرة في السن، مو اللي تكون معمرة يعني. فهذه هو الهدف عندنا، إن إحنا نبي الشجرة تأخذ شكل إن هي شجرة كبيرة ومعمرة في حجم مصغر. راح اخلي فيها بعض الاوراق على اساس يعني لانها دائمة الاخضرار فتحتاج شوي اوراق. شيء وحيد هني هذه الجزء شوي ناط، فراح احاول اصلحه. ميت في القطع، الجزء ميت، فراح احاول شوي اوصل حق شيء حي على اساس انه اقدر احفزه انه يغطي. خلينا نشوف هل هذه ينفع. أدري البعض راح يقول ما خليت فيها شيء، ولكن إن شاء الله مع دخول الربيع راح يحفز النمو وراح ترجع. راح أرويكم النبتة من كل الجهات مرة ثانية. وهذه هي النبتة الحين، فراح ارجعها، راح نخليها تستمر في النمو ونشوف التطور اللي يصير فيها، وان شاء الله مع الوقت راح نتابع تطورها. هذه الحين ثاني فيديو لها، وان شاء الله مع السنين راح نشوف التحسن، راح نشوف الفرق، وان شاء الله نطلع بنتيجة جيدة ان شاء الله. فأتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذا الموضوع أو أي موضوع ثاني ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.